مثل زواجي مع بونيش. هذا الشيء ممكن وقت يكون ساهي لهون، أما هو هلأ راح. يلا اللي صار مو مشكلة، أنا رح أعيش هون، هالشي عادي، أنا ما رح أنسحب. إذا ساهيل ما قبلني كزوجي إله، خالتي بيملة رح تقبلني ككني لهذا البيت. ساهيل بيقدر يروح لوين ما بده، أنا ما بيهمني. كل اللي بيهمني هلأ أني صير كني لهاي العيلة، هاي الثروة وهذا البيت رح يصيروا إلي. طبعاً أنا ما بدي أكتر من هيك، حتى ما بدي حبه لساهيل. أهلين، كيف صحتكم؟ تعالوا لهون. أنت ما وصلتك الرسالة؟ شو من شانك؟ وأنت كمان، وأنت كمان، وأنت كمان، وأنت كمان. اليوم المساء عنا حفلة كبيرة، وهي رح تبلش على الساعة 7. لو سمحتوا ما تتأخروا، لأنه نحن رح نحتفل مع بعض، رح نحتفل مع بعض. شايفين؟ شايفين هالشغلات السيئة هاي؟ معقول أنتوا ما زعلتوا على فيديكا وهو عم يستغل بيتها؟ أوه. يا بندي، إذا مانك رضيان على هالشي فيك تروح تموت حالك، بس مشان ما اضطر اقتلك بإيدي هدول. وكمان إذا أنت جربت تقلل من احترامها لفيديكا، أو حتى فكرت تحكي عنها بالسوق، أنا رح أسحبك هيك من رقبتك وأعمل فيك كل شي ما بينعمل وأرميك بالأرض. فهمت؟ واسمعني، إذا بدك تعرف ليش أنا هون، فيك تيجي اليوم على الحفلة اللي رح نعملها الساعة 7 وتحضرها، أنت رح تنبسط كتير. أوه. أوه. شو اللي عم يصير معك يا سهيل؟ عم حس إنه في حدا عم يعيط علي كتير. أنا رح أحط إيدي على إذني وأعتذر منك. أنا بكون زوج حضرتك مو طالبك، ونحن تزوجنا من فترة قصيرة كتير. شو رح يقولوا الناس عني إذا بهدلتيني فيديكا؟ رح ترجعي تعصبي؟ ما بتعرفي إنه هذا الشيء كتير مهم مو هيك؟ ليش يا سهيل؟ أنت شو رح تستفيد من اللي عم تعمله؟ إيه بس شو اللي عملته؟ أنا كتبت أسماءنا وقررت نعمل حفلة ورح نستقبل الكل، فهميني وين هي المشكلة؟ خلاص سهيل. يلا خليني روح. لا، ما قلتي لي أنت من شو خايفة؟ بالعادة كل المتزوجين بيتقاتلوا مع بعض على كل شيء. أي عرسنا كان عادي وماله مميز، بس فينا نعيش مثل أي اثنين، وأنا حابب عصبك كتير وكون مثل طفل، وبدي غازلك وتطلعيني لبرا. رح ضل اتصرف بطفولية وانتي رح تضحكي علي، بس أنا رح ضلني أحبك، وحضرتك ما رح تمنعيني. رح نعيش أنا وأنتي سوا، وبوعدك أنه رح نكون سعداء، ورح نكون سهيل وزوجته اللي بيحبها، وما حدا بيزعجنا. شو؟
يا بديكا، إذا أنت ما بدك ياني رح روح. ماشي، أنا رح أعتبر صمتك كموافقة، بس إذا بدك روح من هون أنت لازم تشاركي بهي الحفلة الكبيرة. ليش هاي الحفلة؟ إذا قلت لك ليش الحفلة رح تجي؟ لا مو هيك؟ إذا رح تبطل تجي لهون وقت أحضر هاي الحفلة فأكيد أنا رح أجي. أي ماشي، رح أجي. أنا بوعدك. وعد وعد وعد، ما بدي توعديني يا فيديكا، لأني ما رح أوثق بالوعود، بل كن خدعت مرة تانية. بالمناسبة خليني أكد لك شغلة، اليوم ما رح يخرب أي شيء. فيديكا أنا ما قدرت أحتفل وأنبسط بعرسي بشكل مناسب، لهيك على قليلة خليني أحتفل مع رفقاتنا والجيران وأحتفل بهي الحياة الجديدة. وطبعاً أنا رح أنتظرك اليوم المساء يا فيديكا، وإذا ما أجيتي أنت بتعرفي سهيل الصغير شو بيقدر يعمل وكيف بيرجع طفل صغير لحتى يوصل بسرعة لهدفه. سلام. ليش كتير عتم هون يا أخي؟ ليش هيك مطفية الأضوية؟ ما بعرف، مثلي يمكن في شي مفاجأة. شو هالمفاجأة اللي محضرينها؟ أكيد مفاجأة حلوة، غريب. أكيد في شي حلو. أي صح. أي بس شو عم يصير هون؟ ها؟ معقول ما في ولا ضو بنوب؟ كل الضيوف وصلوا لهون على الوقت والمضيفين مو مبينين. خلونا نستنى ونشوف. طبعاً نستنى. إذا أنت ما بدك ياني رح روح، بس إذا بدك روح من هون أنت لازم تشاركي بهي الحفلة الكبيرة. هذا إليك. أنا قلت لك من قبل إنه الأزرق بيلبق لك كتير وبيطلع حلو عليك يا فيديكا. أنا بدي إياك تلبسي ساري أزرق ومميز وتجي لعندي خجلاني مثل أي عروس. لهيك أنا كمان لبست أزرق ورح نلبق لبعض. بالأول بدي تقلي أنت إمتى رح تكبر ساهي؟ خلاص بكفي بكفي كل هالعصبية يا فيديكا. أنت لما بدك تعتبريني طفل بتفيق الطفل اللي جواتي، وكمان الطفل اللي جواتي بده اياك تلبسي الساري اللي جبت لك اياه. ما في داعي لهالشي، انا كتير عندي تياب ورح البس منه. اوه عندك تياب كتير؟ ساهيل؟ اوه وينهم؟ انا نسيت خبرك شغله، أنا بعتت كل تيابك على التنظيف اليوم الصبح. بس على فكرة أنا مميز وبحب أعتني بمرتي ودللها، الأحسن أنك تاخديه مني لأنه ما ضل غيره. تفضلي لأنه لازم شوف الضيوف. سلام فيديكا، رح شوفك بعدين. في مفاجأة.